سؤال: إذا أنت سعيد بحياتك، هل راح تصرف كل وقتك على مواقع التواصل الاجتماعي حتى تحصل على قبول الآخرين؟ وياكم فلان، وهاي الصوتية الثالثة من عراقي بودكاست، الموسم الثالث. واحد من أهم العناصر الموجودة بحياتنا هو الإنترنت، وبالأخص مواقع التواصل الاجتماعي. واحتمال كبير أنت وصلت لهذا البودكاست عبر واحد من هاي المواقع، وهاي واحدة من فوائدها، وهي أنك تلقي أو تلقين المحتوى اللي يعجبك أو يعجبك، أو تتابع ناس أصدقاء بالحياة الواقعية، أو تسوي أصدقاء أنت ما شايفهم بالحياة الواقعية ومستحيل كنت راح تتعرف عليهم إذا شفتهم مكان أو التقيت بيهم بالصدفة مثلا، أو تتابعين أو تتابع شخصيات ملهمة إلك أو إلك أو تضحكك أو تفيدك. بس كلنا نعرف أنه أكو جوانب سلبية لهاي المواقع، هذا مو حكي جديد ومو أنا اكتشفت هذا الحكي، بس معرفتك بهاي المشاكل غير كافي حتى تتجنبها، وإنما لازم تفهمها وتحللها. أو ليش تحللها؟ اسمح لي أني أساعدك بتحليلها، أو إذا ما عجبك تحليلي وعندك تفسيرات ثانية راح أكون شاكر إذا شاركتها وياي أو شاركتيها بالتعليقات، والاختلاف بالرأي لا يفسد الود قضية. الجانب السلبي اللي دا أحكي بيه بهاي الصوتية هو التصنع على السوشيال ميديا وتأثير هذا التصنع على المتابعين. خليني أحكي لك قصة وحدة أجنبية صديقتي عن هذا الموضوع حتى نفهم الموضوع أكثر. شو تقول هي؟ تقول: بيوم من الأيام صديقة إلي دزت لي رسالة لتقول لي بيها شقد هي تحس بالاكتئاب وشقد هي دا تحسدني على حياتي، وهي كانت دا تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة، وأثر بيها إنها كانت دا تشوفني أنزل منشورات تقريبا كل يوم وتقول إنه أنا أعيش أحلى حياة. بس اللي ما كانت تدري بيه هو إني كنت دا أعيش أسوأ أيام حياتي. بهذا الوقت أنا انتقلت المدينة جديدة حتى أقدر ألقي مستقبل أفضل، وكنت هستوني خلصت جامعة ودا أدور على شغل، وكلنا نعرف إيش قد صعب إنك تلقي شغل بعد التخرج. ما كان عندي فلوس، وهستوني مخربة علاقة كان إلها مستقبل زاهر، وكنت عبء على أهلي لأن كنت دائما أطلب منهم فلوس وأشياء. تقول كنت أشرب ويا صديقاتي هواية وخلال الأسبوع لحد ما أسكر، وأتصور وياهم وأنزلها حتى يبين أني عايشة حياة حلوة. كانت حالتي النفسية سيئة جدا وحالتي الجسدية أسوأ، بس ولا واحدة من منشوراتي كانت تبين هذا الشيء. حتى من بطلت أشرب ولقيت شغل وقمت ألعب رياضة وأكل زين، بس شعوري أني أريد الناس تقبلني أبد ما وقف. كنت أحاول دائما أني أبقي الصورة اللي أريد الناس تشوفني بيها على السوشيال ميديا. ما كنت أدري أني كنت أنزل هاي الصور بس حتى أثبت هذا الشيء. بس الأهم أني هسا طلعت من هاي الدائرة الغريبة المفرغة، خصوصا بعد ما كبرت أكثر وصرت أنضج واستقريت أكثر نفسيا. حاليا أني نادرا ما أنزل شيء على السوشيال ميديا، وبديت أتقبل نفسي أكثر وأكثر، واكتشفت أنه ما أريد رأي أحد بيه ومو مهتم لهذا الشيء. لذلك قمت من أنزل صورة أو منشور وهذا الشيء نادر، أنزل من صدق دا أعيش لحظة سعيدة حتى بالمستقبل من أبوع عليها أتذكرها، وبنفس الوقت مو على مود الناس تشوفها. تعليقي أنا على هاي القصة أعتقد كلنا متفقين عليه. أولا، إحنا عادة ننشر الأحداث الحلوة اللي بحياتنا، يعني ما راح تكون دا تبكي وعندك مصيبة وتروح تنزل صورة على السوشيال ميديا وفتجي عنها، إلا إذا كانت حالة وفاة مثلا. وبعدين معظم الناس يفكرون بطريقة إنهم ما يريدون أحد يشوف مصايبهم حتى لحد يشمت بيهم مثلا أو يستضعفهم، لذلك تلقي المنشورات الشخصية معظمها إيجابية والناس تتفاعل وياها بشكل إيجابي همينة. لذلك مو صحيح إنك تحكم على حياة شخص من منشوراته، وهنا إحنا دا نحكي عن منشورات مع الأصدقاء وناس طبيعية. الجانب الأسوأ بهذا الموضوع هو المشاهير، وخصوصا المشاهير اللي شهرتهم مبنية على مشاركة حياتهم الخاصة، لأن هواي ناس تتابع هذا النوع من المشاهير وهم يتمنون يعيشون حياتهم ويشوفوهم يركبون أحسن سيارات وعايشين بيوت فارهة وحياتهم ما بيها شغل وما بيها التزامات، وكل الالتزامات اللي عندهم هي إعلانات يسووها على السريع أو فيديو مع المقلب بأحد بالبيت أو هدايا يشتروها البعض ومتونسين. تلقيك انت يا عيني لازم التليفون وقاعد تبوع على حياة هاي الناس اللي عايشة بهاي الطريقة، وبعدين تبوع على حياتك وتقول: أنا ليش هيك عايش؟ ليش هيك حياتي؟
ليش حياتي مو سهلة مثلهم وما بيها مشاكل؟ ليش هم يضحكون ومتونسين طول الوقت؟ وأني هنا حتى الشاشة اللي دا أشوفهم بيها مكسورة. وهيج أنت تدمن على متابعة حياة هذول الناس، حتى على الأقل تعيش التجربة ولو لفترة قصيرة ما تتعدى الدقيقة مثلا. الأصعب من تلقي هذول الناس دا تصعد أكثر وأكثر، وأنت اللي دا تسويه هو أنك دا تعلق لهم تعليق أو تسوي لهم لايك. أريدك تفوت على حساب مع شخص مشهور أنت تتابعه هواي وتباوع على منشوراته بطريقة ثانية. من تباوع عليها فكر إيش قد هذا الشخص قاعد يحضر لحد ما سوى هاي الصورة اللي مبينة عفوية. فكر ليش هذا الشخص دي ينشر هذا المنشور إذا ما كان على مود جذب اهتمام الناس مثلا. جذب اهتمام الناس مو هاي المشكلة، لأن هذا الشيء مهم للمحتوى المتوب عليه اللي عنده شيء يريد يوصله. بس شنو فايدة طلب الاهتمام من شخص ما عنده شيء يقدمه؟ يعني أنا استغرب من الناس اللي تضوج من تلقيني ناشر أجزاء مقتطعة من الصوتيات اللي دا تسموها حاليا حتى وصلها للناس أكثر، وحتى هاي الناس إذا عجبها المحتوى تسوي لي فولو أو سبسكرايب، أو إذا ما يعجبها المحتوى تعوفه. أكو هواي ناس تكتب لي على هاي المقاطع مو افتهمنا، نزل شيء جديد، أنت دا تدور متابعين. الله عليك. يعني أنا قاعد أكتب وأسجل وأمنتج وأنزل وأصرف كل هذا الوقت والمجهود والفلوس على مود شنو؟ مو على مود أوصل هذا المحتوى لأكثر عدد ممكن من الناس ويتابعون هذا المحتوى. المفروض هذا التعليق مال أنت تدور متابعين تقوله لغير ناس مو إلي. تروح تقوله الشخص ما عنده شيء يقدمه، أو ما تدري ليش مشهور، أو شخص دي ينزل ليل نهار مقاطع وصور ولا واحدة تلقي بيها ريحة المحتوى. واني من اقول محتوى هنا ما اقصد الا يكون محتوى مفيد وخرافي، وانما محتوى ترفيهي، محتوى غنائي، غذائي، محتوى تعليمي، محتوى اي شيء. هواي اكو انواع محتوى، ومع ذلك كل هاي الانواع من المحتوى اكو ناس ما عندها محتوى وهم تصعد. عندك هواي مشاهير كانوا مبينين انهم عايشين احسن حياة وكل شيء مدى يصير بحياتهم من مشاكل، وبعدين نكتشف انه الوضع عكس تماما. يعني اقرب مثال يجي ببالي اليوتيوبر ابو جوليا، اذا تعرفوه، يوتيوبر مشهور كلش ويسوي محتوى طبخ نادر جدا، وشخصيته مرحة، ومن يصور احداث حياته تلقيه متونس ويضحك ويصور، حتى كان رايح يحضر كأس العالم بقطر ويصور هناك ويا المشجعين ويقمز ويغني وكل شيء يسوي. بعدين تكتشف انه دا يمر بمشروع طلاق صار لاربع شهور ويا زوجته اللي كانوا دائما يتغزلون ببعض بالفيديوهات مالتهم ويساعدون بعض بهاي الفيديوهات، وحتى كانت هي تصور له كل هاي الفيديوهات تقريبا. كان عندهم طفل وهاي الامور، وكل شيء كان مبين انه مثالي قدام الناس. والفكره انه الناس عرفت هذا الموضوع من مرته ورا فتره، وهو ما منزل ولا كلمه عن الموضوع وما معلق ولا ناشر اي شيء يتعلق بهذا الموضوع. وليش اروح بعيد؟ عندك موضوع مثلا شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب اللي كانوا مبين للناس انهم علاقه مثاليه وغنوا وسوية وكل هاي الامور، وفجاه تلقي حياتهم مقلوبه والدنيا محترقه بيها. هذا طبعا غير محتوى المشاهير العراقيين اللي خارج العراق. تلقي اكثر مشاهير العراق على السوشيال ميديا من خارج العراق. ليش؟ لان معظم المتابعين يعجبهم يشوفون هذول الناس شلون عايشين، واللي همينه ينطي احساس سيء للمشاهد العادي اتجاه هذا المحتوى من يتابعه. وحتى تلقي ناس تسب وتشتم بهذول المشاهير بالتعليقات، تلقي هواي تعليقات سئلة شلون أطلع من العراق، وتلقي تعليقات تكون دا تقارن اللي دا يشوفوه بالوضع اللي هم عايشين به. وكل هذا يخليك تلاحظ اللي دا يصير. اللي دا يصير هنا إنه هذا المحتوى تأثيره سلبي عليك. بس الشغلة الزينة إنه هذا التأثير السيء جاي من طريقة تفكيرك أنت، من نظرتك أنت لهذا المحتوى، وهذا الشيء بإيدك أنت إنك تعالجه. وطبعا السؤال الوجيه اللي هيجي هسه ببال كل الناس، شلون؟ اولا لازم تقنع نفسك انه هذا المنشور اللي تتابعه بغض النظر عن اذا كان محتواه مفيد او غير مفيد مدى يشاركك حياته الحقيقية. والله هذا الشيء لازم تكون مقتنع به. ثانيا انت لازم تفهم انه هذا الشخص اذا كان عايش برا العراق فهو مستحيل يكون عايش الحياة الوردية اللي انت متخيلها. يعني انا مثلا عشت معظم حياتي خارج العراق، والحد هسه
دا أعاني من مشاكل تصريح العمل والإقامة والضرائب والعنصرية وغيرها وغيرها وغيرها. وطبعا هذا غير المشاكل الحياتية مثل الشغل والعائلة والدراسة والعلاقات العاطفية والصحية، كلنا تصير ويانا هيج مشاكل. بس المقصد انك لازم تتذكر انه كل شخص مشهور او مو مشهور، غني او فقير، عنده مشاكل، عنده مشاكله اللي مزينة حياته بالحزن او السعل او النكد او الخوف. اكو موقع طلع قبل فترة وكنت متوقع انه ما ينجح، بس نجح وبشكل كبير بهواي دول وينتشر اكثر واكثر. الموقع اسمه بي ريل، معناها كن حقيقي. فكرة الموقع من تباوع عليه اول نظرة راح تحس يشبه الانستغرام والفيسبوك وهاي المواقع، بس المختلف هنا هو انك مسموح لك تنشر بوقت معين من اليوم، وهذا الوقت انت ما تعرفه لان كل يوم شكل، وهو وقت موحد لكل المستخدمين، واللي مسموح لك تنشره هو فيديو او صورة للي دا يصير وياك حاليا بالكاميرا الامامية والخلفية بنفس الوقت. يعني ما تقدر ترفع له صورة قديمة، ها، وما بي فلتر مثلا. هذا غير انك ما تقدر تشوف محتوى اصدقائك اذا انت ما تنشر صورك انت همين. لذلك البرنامج اسمه كن حقيقي. عسى ولعل هذا التطبيق او الموقع يساعد على فكرة انتشار انك تكون حقيقي، ويخلي الناس تفهم شوية شلون باقي الناس عايشة ويستفادون من تجاربهم. الموضوع يحتاج شجاعة، شجاعة مشاركة حياتك الواقعية، التحديات اللي تمر بيها وأوقات الفشل. هيج نوع من المحتوى نفتقده بالسوشيال ميديا، لأن هيج محتوى ممكن يخلينا نتعلم من تجارب غيرنا ونتفادى أخطاء غيرنا، وبنفس الوقت نشوف أوقات النجاح الحقيقية اللي ممكن تلهمنا إنه نستمر بهاي الحياة وتخلينا نحاول نوصل للنجاحات اللي إحنا نريدها. شغلة ثانية مهمة تندرج تحت هذا الموضوع هو إنه معظمنا حاليا يأخذ أخبار من السوشيال ميديا، قليلين اللي يتفرجون أخبار. يعني ما أتذكرش وقت آخر مرة أبويا قاعد يتفرج أخبار على التلفزيون، مع أنه هو دائما كان زمان دائما قاعد قدام التلفزيون وما يعوفه، بس يتفرج أخبار أخبار أخبار، كل أخبار قام يأخذها من الفيسبوك واليوتيوب. ومشكلة هاي النوعية من الأخبار هو أنك صعب تفرق بين الخبر الصحيح والكذب. يعني تلقي مرات أخبار كاذبة ومدعومة بصور، وتكون الصور فوتوشوب أو من غير وقت زمني، أو تلقي فيديو متعدل عليه بحيث تلقي رئيس أمريكا مثلا يحكي عن موضوع كلش خطر أو كلش تافه، وهو الفيديو كله على بعضه مزيف. كل شيء صار سهل انك تزيفه. عندك مثلا ايلون ماسك من اشترى تويتر، خلى العلامه الزرقاء مال التوثيق ب $8 بالشهر، ادفع وتاخذها، فتلقيها فقدت قيمتها، لان اللي صار قام كل واحد يسوي حساب وهمي ووثقها بفلوس، وها هي صار مصدر موثوق. والنتيجه شنو؟ شركات كبيره تاثرت من هذا الشيء، وقرارات سياسية تأثرت من هذا الشيء، لأن صار أكو هواي حسابات مزيفة وموثقة على تويتر. وحتى واحدة من الشركات انهارت بسوق البورصة لأن أكو حساب موثق باسمها كتب شغلات عنصرية على تويتر، وبالأخير طلع حساب مزيف. بس بعد إيش؟ بعد ما فات الأوان. حروب ممكن تقوم بسبب هذا الشيء. لذلك هسه تويتر دي يخسر قيمته السوقية ودي ينهار. طبعا هذا غير المعلومات الطبية اللي ممكن تكون غلط، معلومات تأثر على حياتك، نصائح مال تغذية ورياضة اللي تكون غلط، أو منتجات تشتريها لأن هذا الشخص المشهور قال عليها زينة وهي ما تسوى، هو نفس الشخص هذا اللي ديش نصحك بيها مستحيل استعملها بحياتي لأن جودتها سيئة. وأكثر شيء غثني الصفحات اللي تنشر معلومات علمية غلط أو مفبركة حتى يدعم أيديولوجية معينة أو فكرة براسه اللي يوصل لك إياها، أو يكون ناقلها بدون تحقق. الموضوع تأثيره كبير على الناس، وأني أتمنى إنه إحنا نكون واعين لهذا الشيء ودايرين بالنا منه. وأي معلومة أنت تحسها مو بمحلها روح دور بيها ولو 5 دقائق، مو على متشي، بس حتى أنت لا تكون أداة يتحكمون بيها المشاهير والسوشيال ميديا والسياسيين وأصحاب التوجهات الدينية المختلفة، وحتى اللي يصنعون المنتجات اللي ما تسوى تشتريها، أو الناس اللي ما تهمها صحتك وإنما تهمها شلون تستفيد منك إذا كانت فائدة مادية أو زيادة تفاعل. وبنفس الوقت حتى لا تتأثر حالتك النفسية وتخليك تحس بالإحباط اتجاه حياتك. وتذكر كافي تقارن نفسك بأي أحد،
لأن أنت بالضبط بالمكان اللي أنت كان لازم تكون به حالياً.